زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت ولد، كانوا لنا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي له يديهم الحياة في ميلاد نجم. 7 أغسطس هو تاريخ ميلاد الفنانة الكوميدية شيماء سيف، واللي بتتميز بشخصيتها المرحة وأدائها الكوميدي في معظم أدوارها. قدرت تشارك في أعمال مميزة مع أكبر النجوم، فقدمت في التلفزيون مسلسلات منها نيلي وشريهان وفي اللالا لاند وبالحجم العائلي. أما السينما فقدمت أفلام زي يوم للستات و30 يوم في العز وكمان عسل أبيض. وفي التقديم التلفزيوني شاركت في تقديم برامج مميزة منها برنامج نفسنا وتلاتة في واحد وبرنامج الأطفال ميس أندرستاند. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول للفنانة الجميلة شيماء سيف كل سنة وهي طيبة. استنونا بكرة في حلقة جديدة. ميلاد نجم.